حسين المواس، منسق مشروع كوفيد 19 في منظمة السراج للتنمية والرعاية الصحية. ينقسم فريقنا فريق التوعية إلى 4 مراكز في الشمال السوري. هدف هذا الفريق هو توعية الناس والقاطنين في المخيمات والمدارس حول التفرقة بين فيروس كورونا ومرض الجريب العادي. كما يلتزم فريقنا بإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، ونسعى كمنظمة السراج إلى إرشاد الناس حول عناوين مراكز السراج للعلاج والعزل المجتمعي، وكما نتمنى أن تعم السلامة والصحة على جميع القاطنين في الشمال السوري. نعلمكم بس طريقة الغسل الصحيح. أول شيء بتعملوا هيك بيغسل ليات، وكيف بيواجه حاله، وكيف هيك شغلة. ما بشكل أقوى من الجريب العادي لازم نروح على أقرب مركز ناخذ مسحة مشان ما يكون معنا كورونا وما نكون عندنا إجراءات. Thank you.